ما حكم الكحل والحنة للرجال؟ يعني إذا كان الحنة يضعها الرجل لرأسه مثلا، خاصة أن بعض الناس يستخدمها كعلاج كذا، لا بأس. أما يحط بيدينا حنة، وهذا شبه بالنساء هذا. وكذلك الكحل إذا كان يضعه علاجا وكذا لا بأس. وأما إذا كان يضعه تجملا فهذا أيضا حاليا يعتبر تشبها بالنساء، لأنها من عمل النساء. لكن إذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد التشبه بالنساء، لعله لا بأس إن شاء الله تعالى.